نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال تكرر وقد حصل فيه النزاع، كما يذكر أحد السائلين يقول: ما هو القول الراجح في عدد ركعات قيام رمضان والتهجد فيه ليلة؟ من أراد أن يطيل القراءة كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيل الركوع والسجود يقلل عدد الركعات، يصلي 11 أو 13 كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان يريد أن يخفف الصلاة، لأن الناس لا يطيقون صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان الإمام يطيق هذا وعنده وراء، لكن اللي وراه ما يطيقون هذا، فإذا أراد أن يخفف الركعات يزيد من العدد، كما كان الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر يصلون 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي حضرة المهاجرين والأنصار ولا أنكروا هذا، يصلون 23 لأنهم كانوا يخففون على الناس ويزيدون في العدد. فهذا هو القول الحق في هذه المسألة كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أما أنك تقول أنا ما أزيد على 11 ركعة ولكن 5 دقائق أو 3 دقائق، هذا ما هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول أنا بقتدي بالرسول، أنا ما نبي زايد على 11. نقول طيب جزاك الله خير، لكن نقضيها 3 دقائق أو 4 دقائق، هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هي صلاة الرسول. نعم.